الفرش بيمشي ازاي؟ طبعا حضرتك الفرش واضح انه لو رفع شمال بس مهمة أوي علاقتي بالفرش الحركية اللي ازاي نحلها يشبع النور بقى كده مش هتلاقي اللي معملها بالقلم ده ادي الفرشية طلع الفرش الأول يمشي أفورد باكورد كان بيكون زي قدام الفرشية ده ماشي ازاي؟ يعني ماشي أفورد بفوق باكورد بص باتجاه القلم راجع لورا ورايح شمال قدام الفرشية بعدين اروح نمشي باكورد كان داونورد على شمال الفرشية يعني لان مش هتلاقي في الغرب انا مشيت أفورد باكورد كان بيكون قدام الفرشية بعدين اروح ماشي باكورد كان داونورد على شمال الفرشية مهمة كده اللي انا بقوله ده لو خدت بالك انا ماشي ازاي لما اجي اخد الاليفيشن بتاع الفرش هعمل ايه قدامه على الشمال ورا وعن يمين مهمة قوي عشان ايه بعد لك يعني ايه قدامه على الشمال لما ارجع انا ماشي ازاي 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 انا عاوز كده اتابع كده في حاجات قدامه على الشمال كده في حاجات تبقى ورا وعن يمين يبتدي بقى الفرش مش النور معلش هنبتدي على الناحيه الشمال من الغضروف اللي بين الغضروف ده بص كده اثنين ودي واحد مستنى فوق والاثنين اعلى من السنه وانا قلت الكلام ده قبل كده دي ثلاثه ودي اربعه ودي خمسه طبعا دول من الاقاليم لان هم من الغرب لان انا بكتب الاستنى من قدام فطلبتهم في غضروف يبقى ما بين الفقره رقم اربعه طلع ان الفرش من الرقم ده ينتهي على شمال الغضروف اللي ما بين الفقره الرابعه والخامسه هنا هو ليه؟ علشان اعمل حاجه اسمها الديسينتين فور واحد تاني طب انت بتحكي بقى بالنسبه للفقرات اللي ورا دي ما تحكيهاش بالنسبه للسلم كل ما انا قلت لك اني برجع لورا لما تكتب لعلم ما تحكيهاش بالنسبه للسلم تحسبها بالنسبه للعمود الفقري يبقى انا همتني على الناحيه الشمال من الغضروف ما بين دي اربعه وخمسه اغير اسمي واسمي نفسي ستة انا كده خدت بدايه هو كورس وايمان تاني بس في الكورس هو انا تاني من الفاينل واضح ان انا ورا الانيليوم ترمال طب انا هنا هتقول ان الكلمه الانيليوم ليوس وبالتالي انا تبع انيليوم فاينل سوبيريوم وعلى فكره انا موجود بالتحديد وممنوع ربط الانيليوم ترمال يبقى وانا ماشي في السوبيريوم فاينل انا ورا نفس التحتين بتاع الانيليوم ترمال بص بقى انا الرسمه اللي احنا باصين من قدام وهتشوفها كتير قوي بقى في المعرفه كلها انا عامل ايه؟ شايل وشايل الطول وشايل الرئتين وباصص من الثاني الحلق من ثمان وحوالي دي انا رسمه باللون الايتين كدوت اللي هو اللون الكار وهتلاقي ان انا عامل كده باللون الاحمر خط عارف الخط ده عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان انا فوق الخط ده خطيط اسمك سوبيريور ميديال فايل وتحت الخط ده مفروض انفيريور بس هنا ان انت شايف الثلج الامين واللي فوق خالص دي الناس الرقم تيجي بقى معايا كده فين الارش؟ ادي الارش فوق الخط انفيريور فوق ايه اللي ليه فوق الارش؟ هو الارش كان بيروح اي ناحيه؟ اما ابتدع ان الارش بيروح الناحيه الشمال مظبوط؟ يبقى مفروض ان انا ريليت اللي احتضانيان بكلور المفروض بعمل علامه اللي احتضانيان بكلور يبقى انا لما اعمل كده واقول لك القرش راح كده يبقى انا قدامي على الشمال اللي احتضانيان بكلور بس انا مش شايف اللي احتضانيان بكلور يبقى انا المفروض هنا في احتضانيان بكلور امال في ما بيننا ايه؟ قال لك لما انت بتدرس اللي احتضانيان بكلور في ما بيننا الايه؟ في ما بيننا اربع نبات بص الاربع نبات دول اللي هيكملوا على القرش قدام القرش هتلاقي ايه؟ اولا النرف ده كويس انا ماسك القلم اهو النرف ده اللي يقدر حضرتك من المنظر دوت قدام الارض على الشمال ده اسمه النرف الثوري اللي قدام الارض على الشمال ودي عندك النرف ده النرف ده مين؟ قال لك النرف ده هيبقى النرف اللي يقدر كويس انا بعمل ايه؟
انا قدام الفرش على الشمال انا مبتدئ بالاستمرار والصوره الاولى لان انا مرتين ده الاسم الثاني وده الاسم الثاني. طيب في معلومه مهمه قوي بتقول ايه؟ توصيل القلب بيكون كارديا فليكس واحد في بطن الشمال والثاني في الفيديو ده المكان بتاع التفاصيل الكارديا فليكس موجود في الكونتينتي بتاع الفرش بتاع الفرش على يمين ليجن الليجن ده بيوصل ما بين الليجن البلمونري الارتري وما بين القرص والقوس. الليجن ده قبل الولاده كان ضغط كان اسمها ضغط ارتريوزا بتوصل ما بين البلمونري الارتري والقوس حد مش عارف يعني ليه بس قبل الولاده البلمونري ده جاز بتحط حول الليجن وفي الدم خلاص من الرئيس كله بيجي عن طريق الكرة الجوية تتكلم في الولادة لما رفت العلم الكيبانية هيجي من الرئيس كله من الرئيس ويضخ في الفرمولة الإيطان يلحقوا مين في الضغط الحضر كالحضر أنا تحول في الجنة من تحول الكلام المتعودين في الكرة الجوية بيجي فالبيت وفي الضغط الحضر الجوية اللي توصل ما بين الهيجي فرمولة الإيطان بتاعت الولادة الضغط بيت الإيطان تتحول الى ليجا من تكون جميل دم قمرين على يمين الجديد تفرديه تتشارك من الاعصاب اسمها تفرديشيا كارديا فليكس في موجوده فين؟ في حضرتك بتكون على يمين مين الخاص طب انت عايز ايه؟ هقول لك الفكره دي بعد كل دكتور لان حضراتكم الليمف فيك في الرقبه من تحت الجيب على 2 مجرات مش مع الالم كده الكرانك ده من الليمف فيك يا ولد ده منكم راح نازل في هذا المنطق وقام رايح الى روح لغير الشبكه اسمه ايه الكرانك ده؟ اقرا كده الفيتال كارديا كرانك ليمف فيك اسمه يعني ده طالع من الليمف فيك الغلبه اللي بتاعتك مين اللي غلبه بتجمع قوه الخضرا يعني طلع من الثاني على الليمف فيك المكان الشيك اللي بقى فيها ثلاثة جنب وفيه جمالين وفيه هنطلع ترانش من اللبس في المكان الشيك بالتحديد من السوبيريور جانب انت مع الألم هي من ترانش جانب كده يبقى من كامل كده انت معايا طبعا ويقوم رايح كده ويروح لنفس المكان يعني معنى الكلام ان الشبكة دي بتتعرض من جنبين واحد من الليف دي كانت في الرقبه اللي تحت اسمه انتيريور سيرفايكال كارديال كراست ديفيكتس والثاني من الليف في الباتاتيك تشين في الرقبه من فوق اسمه المطار بقى فوق انتيريور سيرفايكال كارديال كراست ديفيكتس. واحد سال السؤال ليه؟ طب انت بتقول لي مش بتقول لي ليه؟ عشان واضح ان هو بيمسك قدام الارش على الشمال يبقى خد بالك قدام الارش على الشمال انا راسم اربع رجلين الاثنين بلون اخضر ده الكلام الشمال وده البيت الشمال الاثنين بلون اسود واحد برنش من الليف دي في الرقبه من تحت والثاني برنش من الليف في المكان الشين في الرقبه من فوق في بين كمان عدى قدام الارض لو انت ركزت ده كان بيان بارح كان دلوقتي نشوف ان الليف في رجلي في ثاني كبير كان بيحصل في اتحاد ثاني وثالث ورابع حضراتكم لبس الانتيريور سنتاكوس بلدين يبقى انا قدام الارض على الشمال في عندك لبس لانجو فلور بس انا مش لابس فيهم ده في ما بيننا خمس حاجات نرفين بلون اخضر نرفين بلون اسود وبين ازرق اسمه لبس الانتيريور سنتاكوس بلدين. ايه اللي وقعوا عن اليمين؟ دي واضحه قوي بقى وقعوا عن اليمين دي حضراتكم الترابيزه وقدام القدام الترقية باتنين برونكات كان في عندك شبكة من الأعصاب اسمها الديب كارديا فليكس. الشبكة دي معمولة من ايه؟ بتتعمل من الجزء اليمين والشمال في الرقبة من فوق ومن تحت وفي البدلات الشين اليمين والشمال في الرقبة من فوق ومن تحت ومن تحت دي عند الصدر بس بالتحديد كان الكراس الثاني اللي في رجله فيهم ثلاثة وأربعة ما عدا طلع من القصة الاثنين دول الاثنين دول الاخر السوبرفيشيا الكارديا ايه؟ دي الكارديا فيتر اللي في الثانية في فيديو الارض قدام الكرسام الكارديا الاثنين بنكار اللي الشبكة هتتعمل مين؟ الريجة من اليمين والشمال تبقى من فوق في الوسط ومن تحت الوسط
بالفتاة السن من وشمال تبقى أنا من فوق ومن تحت الإنسان. بعد طلعني من البرنتات دول بتوع الفتاة السنين والشمال والفتاة السنين والشمال الاثنين دول اللي دخلوا عمل في الكارتكتلين ولا الترقية يوجد في أنبوة المحاطة الاثنين في البرتغال. في نفس الأجابات ترانش من الفتاة الشمال الترانش ده يكون لابس كده ويكون راجع كده مثل الترانش ده مثل القرن الترانش يعني ربي هاته بص ده ترانش اللي يجب على الأسقف ده أو عمل مشي على شمال ومن ورا اللي كان يتقف أفضل يوزر وبعدين راح عامل بوك حوالين القرن عدى كده من تحت القرن وعدى وراه وطلع ما بين الترقية والترقية لما تشوية ما تكونش عايز ده ترانش من الليفت بيدر عن ناحية الشمال بتاع القرش والثاني هيعمل ايه؟ يعدي الاول للشمال وبعدين يعدي من ورا او يجي رجال قدام يعمل بوكينج من تحت القرش يعدي يجيب للقرش ويكمل فوق ما بين الترقية والترقية مهم قوي دي التريكات الثانية. ليه بقى؟ بيدي كل عضلات حضرتك المنظرة ما عدا عضلة واحدة تمام؟ ويجيب تحساس من الميكوزة بتاع المنظرة تحت الأحساس الفوضية اسمه ايه؟ لسه بيقارن كارنجي دلما تمام؟ طيب الناس حضراتكم أنا كده حتى الحاجات اللي ورا وعلى السنين الثاني ورا القرش وعلى اليمين في الترقية قدام البايفورتيشن في دي كارديك نيكتر ورا الترقية في الوحدة ما بين الترقية والوحدة في الاستريكان وفي حاجة كمان على شمال الأنتروبيا السلسلة اللي اسمها سيمباثيك تشين سيمباثيك تشين دي على فكرة بتيجي من تحت من البطن وتخرج ازاي يا بنات وتمشي كده من ورا البوستيريور ميديان سباينال وتكمل معاها كده اللي جاب فيه فضلاتهم بيقول وتكمل هنا بيها على شمال انا كده حتى اللي قدامه على الشمال وهو على فوق وتحت اسمها الحاجة فوق القرش يعني من الثلاث برانشات اللي بيطلعوا من القرش اللي عاملين جاب الاتفاق واللي على الشمال دول اللي بتكون من قرش اللي بيطلعوا ودي بين قطعهم هو جاي من الشمال اليمين بين الريسي والتفاميتي وبتيجي تحت في الكونتاليتي اوف ذا ارش لقينا ايه؟ لقينا تحت في الكونتاليتي بتاع القرش جدا رهيب لقينا استخدام البلمونري كونت الاثنين بلمونري كونت لقينا اللي جايين ده ارتيميزم وعلى يمينه حاجه وعلى شماله حاجه على يمينه السوبرفيسيا كارديال بريشر وعلى شماله في الليفت الكارديال يبقى تاني كوريا بلاقي الثلاث برانشات بتوع الارش وحضرتك الجيم اللي بيقطع فوق القرش من الشمال يمين جبت فريق السفاري تحت من الكونتاليت بتاع القرش لقيت الجسم الموقف انتسام القلبية بتاعت الاثنين قرش تقاطيك يا القرش يتلسف على يمين الجيم تم او يمين تم الجسم القرش يتلسف على الشمال اللي جميل تم تقريب هو عندي يعني كمانشات بتاع القرش وقال بقى الهاتف الريليشن بصوت القرش القرش عندك بداية وقت ونهاية الريليشن بتيجي من تيجي نظرة جديدة جدا البرانشات اللي قلتهم واحد بيجي اسمه بريكي كتالي واثنين شمال لفت كومان كارتي ولفت كارتي أنا حضراتكم لحاجة اسمها الفيكين بوصل في الأول مكتوب عندك ثلاثة كريتيكال بوينتس مين الثلاثة كريتيكال بوينتس اللي مكتوبين عندك؟ مكتوبين ورا القرش ولا ورا الفيكين؟ ورا مين؟ ورا الفيكين بس للأسف في واحدة منهم تبع القرش هنقرا فيها فين بقى اللي تبع القرش؟ اللي هي دي كنت اكتب كده ده حاجه اسمها نورمال سبارش اوف ذا اور طب نشوفها او ار بي دي ده اوف ذا اور خد تاني نام تاني نام قال لك النورمال سبارش بتاعه كان كل كده خالص دي اما السبارش هو الفوق كمان للليجامنت الارتيريوزا يعني الحته اللي ما بين الهيب سبتيريوزا والليجامنت الارتيريوزا يا اما الكوارتيكيشن يحصل جدا للليجامنت الارتيريوزا لو حصل الكوارتيكيشن حضرتك في الحته اللي هي قبل الليجامنت الارتيريوزا الكلام ده العيب بيقول فيه ماشي ده عيب خلص
ربنا يخليه في الضغط الطبيعي دي مفتوحه ما تقفلش فجاه جميل عشان ايه نقدر نوصي الدم بتاع الهرمون اللي توصي في الناحيه الشمال يعني يحصل اكتمالين الدم الاوكسي دي اوكسي معلش مسموح لي لغايه لما حضرتك بعد اذنك نبقى نعمل له عمليه ونشوف هنفعل الموضوع ده ازاي. يبقى لو في عيل اتولد عنده حضرتك من كلفو ارتفيشن في القرش قبل الجميزم ارتفيشن هتبقى عندك استيجمنت في القطعه اللي ماليش اسم تفصيليزم ارتفيشن اللبس من كلفو الجميزم ارتفيشن ده عايز ربنا يخليه كويس الضغط الارتفيشن بتاعته مفتوحه وبيتحرك جدا بتاع البرنامج الضغط. ولكن لو النظام اتقطع جدا الجميزم ارتفيشن حتى لو هي فضلت مفتوح ساعتها بقى يحصل الدم يوصل للنص التحتاني ازاي؟ خلاص هو مش التفصيلين من النادي العام بيخرج احنا الجمود الحواليه ممكن تتكلم بعد ما نشاف من السيستم في الاوضه لا النور ارتفعت كده. كنا رسمنا الرسمه دي امبارح وقلنا دي بتتكلم من ورا واعتقد كنا قلنا ده القرش وده الجسم واعتقد كنا خدنا درجات كده بتطلع من السن اللي كان اسمها بوستيريور انتربوستر واعتقد كنا خدنا بوستيريور انتربوستر اصلا دي بتدي حاجه اسمها دورسال جرانشن ولاترال جرانشن قلنا دول بيدخلوا في الانستروميز او بيتكلم وكنا خدنا من الاوكريليان ارتري دوت بيطلع من الجزء الاولاني بتاعه ترانك كان اسمه سايبر فايتر منهم واحد كان بينزل يوفر للثاني وكان اسمه المرانا كاتبا وكان في واحد منهم يجي في الرقبه من العرض ترامب بيرس كان بايزن من جسم الفرنسيه للمكره ودي كان بينزل زي ما انا بعمل كده هو على الميديا الموظف بتاع الانستجرام خلاص يعني حتى لو في عندك تدريب خطر جدا ليه الاتاتشمنت بتاع الجلوكوز عن طريق الالكترود اللي انا رسمه ده فما هو التفصيليتي انا اوفر ريت بتاعتها بص لو هنا التفصيليتي شغال يبقى عن طريق التفصيليتي والترامب المانشين دول بتوع الترامب انا نزلت كده اهو وهنا طبعا في الالكترود ما بين ده دوت في هذا المنظر يبقى ساعتها حضرتك هنوصل الدم لمين؟ للبوستيريور من تبسط الارض ومن وقت الجنين من اورطه وعندنا المكان بتاع الاوبن فانكشن. يبقى حضراتكم احنا لو في كوارتيزيشن قبل الجنين تبسط عايز العيال التاني تقول لي عندكم في الجنين تبسط تبقى مكتوبه. لو حصل جدا للضغط او لجنينه مش هيفيد الحاجه اللي فيها مفتوحه الدم هيبقى من بين النص التحتاني عن طريق مين؟ عن طريق الالف في اوضه الارامل الكابله اللي هو هيبقى دلوقتي ما بين الضغط ليبيا الارضي والبريتانيين الاول. انا كده خلصت اول كلينيكال بوينت عندك. في عندك كلينيكال بوينت دايناميك اورتك انيوريزم. ايه اورتك انيوريزم؟ ده عند الولد عنده حضراتكم بعد اذنك الكل ده بتاع الجزار بتاع القرش والعوطه وتلاقي حته من القرش بتاع القرصه بقت ضعيفه وعملت كده تمدد وعالي بيسموا ده اورتيك انيوريزم. مشكله الاورتيك انيوريزم ده حاجتين. اولا ممكن يضغط على الحاجات اللي في السوبريور ميديال باينر يعني مثلا ممكن يضغط على البويز الساقيه فيؤدي الى صعوبه في التنفس. ممكن يضغط على الاسوفيا فيؤدي الى صعوبه في البلع بيسموا صعوبه في التنفس. بيسموا صعوبه في البلع في السكس تمام؟ حضراتكم بعد كده بيسموني دي سباينال سيندروم. طيب مشكله الاوبتيكال ميوز ده كمان هو ضعيف ممكن يتفتح ويؤدي الى تغيير بريدنج او هيمورج وده حضرتك ممكن تكريبل مميت ممكن يؤدي الى الوفاه لو ما لحقتوش وتدخلت جراحيه. يبقى الاثنين المختلفين دول ريليتد للقرش بتاع الاورطه. يعني لو جالك القرش الاورطه يقول لك كل كلينيكال بوينت ريليتد عندك اثنين عندك الكوارتيزيشن بتاع القرش وعندك التمدد الوعائي وضعه في الجدار بتاع القرش اللي اسمه اورطه ثانيه.
النقطة بقى الأخيرة اللي عندك دي تبع القانون زي ترامب، القانون اللي خدناها مع مين؟ مع اللونج ستوك انفستيشن. فاكرينها؟ لما قلنا لك دي ربطة باللونج ستوك انفستيشن ممكن حضرتك تستثمر وعن طريق البيرفوريتنج بين تقوم داخلة على السيفنج، حتى قلنا في مغربين حاجة اسمها سيرنا الليبيا بين ومن ليبيا بين انفيريور فينانشال. وانت لو كنت انفيريور فينانشال قلنا هتنزل لمين؟ للرايت انفيريور. من الرايت انفيريور الناس اللي حضرتك من الرايت انفيريور تنزل من الرايت انفيريور للطبخ في البنبوزة اللي ترامب وستيتو اللي بيسموه البنبوزة الامبولي عشان يعني امبولي الداتا دموية بتكتب البنبوزة اللي البني ادم بيمسك العظام. انت مكتوب عندك البنبوزة الامبولي هي عبارة عن ايه؟ ممكن بلاك بروك يعني دم من الضلط يوصل للبلمونري ترامب يفك البلمونري ترامب منعت الدم عن الرئه يبقى البني ادم بيفك العظام. بس عندك كيميكال بوينت او الكيميكال اللي علاقه بالضغط العظمى تبدا هي الحضارات كلها تبع البلمونري ترامب من الريشن. تمام؟ نقطة التكنيكال بص الفيلم الأولى قبل ما اشتغل بدايتها كانت في جيم أهيك الفيلم الأولى بدايتها عن ناحية الشمال من الجيم في المجيب في أربعة وخمسة كتكميلة من في النهار. بص معايا بعد إذنك في رسمة الفيلم الأولى أجي في الفيلم الأولى وحاول أحرك كده معايا في رسمة دي أبرز الشمال الفيلم وشيلنا يجب أن يكون هناك تعطيه 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 وحضراتكم جلقات ومعرفش الكشايف ودلقة مكتوب في واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة للأسيب دي حضراتكم في خمس اللي بصلت معايا أجل قاش كان بينتهي هنا عن ناحية الشمال من الغضروف اللي ما بين في أربعة وفي خمسة. خلص البطش والتالي في الديسندنج أوت. الديسندنج أوت تنزل في اللي أنت شايفه ده بوستيريور ميديال سباينال. قال له عرفت إزاي؟ ما أنا تحت الديسك ما بين في أربعة وخمسة يبقى أنا نزلت في الإنتيريور. ولينا إن مفيش قلبي يبقى ده بوستيريور ميديال سباينال. يبقى ما تنزلش الأرش كان في السوبيريور ميديال سباينال. إنما الديسندنج أوت تحت في الجزء الخلفي في البوستيريور ميديال سباينال. قلت بقى دي فين النقطة تانية؟ هتنزل الأول على شمال الفقرات الصدرية اللي هما خمسة وستة وسبعة. أدي خمسة وأدي ستة وأدي سبعة. وبعدين تيجي تنزل قدام الأكتاف بتاع الفقرات الصدرية اللي هما الأخرانيين بقى ثمانية وتسعة وعشرة و11 و12 لما اخر خمس فقرات حضرتك. بص الرسمه الاول انا على شمال الفقرات من 5 ل 7 وبعدين انزل قدام اخر خمس فقرات حضرتك. دي كلمه قلنا دي بتنتهي ازاي؟ قال لك اتعدي في الحجاب الحاجز الدايفراج. ده كان في فتحه اللي بيقول الكلمه كان اسمها اورتيك اوبن اللي كانت فتحه دي ومرسوم قدامك الثلاث حاجات اللي بيعدوا فيها. الاورطة على الشمال الأيضاً كذبين على اليمين كل بينهم السودة سؤالة الضغط. تبطلي كده الفتحة دي بين عند اللور كورنر بتاع في 12. يعني معنى الكلام ان انا بدايت على الشمال حضراتكم بنقول عند الديسك اللي ما بين في 4 وفي 5 ونهايتي في النص بفتحة اسمها اورتيك اوبننج عند اللور كورنر بتاع في 12. دي انا قلت بالنص ان انا قلت باجي بنزل قدام اخر خمس فقرات صدري لكن اخدت بدايه وقرص ونهايه. ماشي؟ ريليشن بقى ايه اللي قدامي؟ بص بقى قدامي ايه؟ اولا اللي بص الرسمه دي انا بصيت من الناحيه الشمال ادي السيرمان ودي عمود فقري شلت الضلوع الشمال والرئه الشمال حاول كده تشكل دماغك. ادي القلب ودي البريكارد ودي الاسندنج اورتا اللي رسمه المطر هتعرف ليه؟ انه بيروح يمين وانا بصيت شمال وادي الارش وادي الديسندنج اورتا. بالنسبه للديسندنج اورتا اللي نازله قدامك قدامها بيمين انا بسيب تراكيز وبيتسند اثنين برونكاي في المناطق الضغط اليمين رايت يبقى انا قدامي في الليفت برونكاس واللي مش مصدق ارجوك ترجع تبص على الهايلم بتاع الليفت لاين. بص
كده بيطلب وبيعمل كده اهو كده اهو والهايلاند بالبلمونري اللي هنا الديسمبل اورطه كنا بنقول ارس والديسمبل طار بنزين اللي موجود قدام الديسمبل اورطه الهايلاند. ايه اكتر حاجه كانت بوزيتيفيوم في الهايلاند؟ الديسمبل. والله كلام صعب. كان الهايلاند مربي الديسمبل اورطه في الناحيه الشمال يبقى الديسمبل اورطه قدامها في الهايلاند وبالتحديد اكتر حاجه بوزيتيفيوم تبقى الديسمبل. لسه تحصل ديسمبل ومش عارف تانيين. انا اهو ورا الهايلاند بتبني القرصه واخطر حاجه بتيجي في الهايلاند ليفت برونكر. تيجي تاني من تاني قال لك قدامك من الليفت برونكر في عندك القلب. ايوه حبيبي وانا مش في الكوتيبيو من الاسباينال يبقى قدامي القلب. مين في القلب؟ لو الدلع كان بيلبس بتاع الهار هو اللي ورا وبالتحديد الغرفه الكبيره في ليفت اتريا بس دي مالنا فيه الاحمر اللي اسمه الكارديان. تمام. الناس اللي بصت والبوتيكال بقى عامله مع السيستمين اورطا علاقه غريبه بين هنا. فوقتي سبعه الاوتوميكال على يمين السيستمين اورطا. عندي في سبعه راحت الاوتوميكال معديه قدام السيستمين اورطا. تحت في سبعه بقى الاوتوميكال على شمال السيستمين اورطا. يعني المفروض ان اهو حضراتكم الاوتوميكال بيتقال بالنسبه للسيستمين اورطا ثلاث مرات. على اليمين فوق في سبعه قدام الديسمبل اورطا عندي سبعه على الشمال تحت في سبعه. يبقى انا قدامي في اوتوميكال قدام ثلاث اهي ادي الاوتوميكال ولما عدى قدامي. اخر حاجه قدامي يمين التيجرام. فانا طالب بقى ازاي التيجرام قدامي وانت وانا مش خامته حبيب ما التيجرام ده عامل زي الحبه وبالتالي هيبقى في جزء ايه قدام. يبقى انا قدامي اربع حاجات قدامي في الليفت برونكس. وعلى فكره مرسومه برضه هنا قدامك انا رسمت الفرقيه احمر والاثنين برونكات انت ما رسمتش الفرقيه اسود ليه؟ عشان حضرتك انا لازم الطريقه تبدو من الفدان ده الليفت برونكس قدامي حضراتكم قلنا القلب بس انا هنا شايل القلب الجلد بتاع الهارت او بالتحديد جلد اكريم والبريكارديا قدامي في الاوتوبيكال واخر حاجه قدامي هنا في الحجاب الحاجز او الزايد. ايه اللي ورا؟ طلع ورايا العمود الفقري وبالتحديد اللي بيفهم اخر خمس فقرات صدري لان انا نزلت قدامه. وفي اثنين بين كانوا بيحولوا من الشمال لليمين كانوا بيعدوا ورا ثلاث انابيب اورطه واوتوبيكال وصوره البحر. ده كان اسمه سوبيريو ليمي اطايبول وده كان اسمه سوبيريو ليمي اطايبول. اضيف على اليمين وعلى الشمال بقى ثلاثه. على اليمين فوق في سبعه في الاوتوبيكال وعلى اليمين حضرتك كمان تلاقي الثوراتيك ضغط والأزايكوس. ما احنا حضرتك كنا ثلاثة مع بعض في نفس الفتحة الأورطة على الشمال وعلى يمينهم في الثوراتيك ضغط والأزايكوس. طب على الشمال في ايه؟ قال لك تحت في تبع في الأوتوبيكال بالإضافة إلى على الشمال في الليفت لانج أند فلورا اللي أنا بعمل فيها علامة. يبقى أربع حاجات قدامي حاجتين ورايا آخر خمس فقرات صدرية ودين هي أزايكوس فين؟ على اليمين فوق في سبع أوتوبيكال بس كل طول اهو على اليمين تلاقي في عندك صورات الضغط والازايلوس على الشمال تحت في سبع اوتوبيدس بلس ليفت بانج اند فلور. فيديتي برانشاتي قال لك ده بيغرق الدنيا برانشات. ارجع فاكر كده كنت بدي اللور تسعه بوستيريور انتركوستال وسبوستال. احنا لسه واخدين كنت انتركوستال امبارح اول اثنين مطلعهم سوبيريور انتركوستال اللي جاي من فرنسا تبع تاني جزء من الصفليبيا اللي هو تسعة بوستين تاكوستا والتاكوستا اللي منظرهم سيستم دي نور. بص انا عامل ايه؟ ودي اثنين لليفت برونكا. بص ده اثنين لليفت برونكا. هما كان في كام برونكا ليه؟ واحد مصدره يا اما من الرايت سيرف بوستيريو من تاكوستا يا اما من فطر ليفت برونكا. بص كده انا مدي الرايت لمين؟ عد بقى للاوسوفي وللبيريكارد وللميدياسكاينم وليل دايركتين. يبقى انا جربت الدنيا برانشز غير اللور تسعه كوستين انتر كوستال وسبوستال الاثنين ليفت برونكيال الديسك سوبيجيال الديسك ليكارديال الديسك ميديسكاينال الديسك دايركتين. انا كده خلصت الديسكين من اول بدايه وكورس ونهايه وريليشن وبرانش. حبيبي في حاجتين ما تبيعش الريليشن بتاعتهم ما تقولش انت قلت ام سي كيو ارس اوف اورطا كل الكلمه دي. هنروح ناخد مين بقى دلوقتي؟ النرفات. بالنسبه للنرفات ما تيجي نستاذنك بتتداول بمين؟ بالبرينيوم.
رجعت لنفس الرسمه دي وقلت لك هتشوفها كتير. دي رسمه اللي من قدام شلنا السلم من طلوع وحضرتك بعد اذنك الى فوق الخط الاحمر السوبيريور ميديال ساينس تحديدا القلب موجود في كيف القلب انتيريور ولا في ميديال ميديال ساينس قلنا فوق الناس. بالنسبه للبرينيك نيرف الاول بدايته واضح ان البرينيك نيرف اللي باصص معايا لو الناس تبص الاصدر ده والاصدر ده جاي من فوق الرقبه. طلع البرينيك نيرف ده جاي من كريستال موجوده في الرقبه اسمها الارقام بتاعته ايه؟ قال لك الارقام بتاعته 3 و4 وكام؟ على فكره 3 و4 دول 7 سيرفايكال بليكس انما 5 مش 7 سيرفايكال. دي كانت مساهمه من البريكسيا البريكسيا لان البريكسيا البريكسيا بتبدا من 5 6 7 8 و1. بص بقى المفروض انت طالع من 3 4 5 ساعات بقى الخيوط بتاعتك اللي طبعا خمسه ما تلفكش على طول فيك في الرقبه. ودي نزلت لوحدها بص عشان تفهم ادي ثلاثه واربعه شبكوا بعض وعامل اثنين. خمسه المفروض تلفك معاهم في الرقبه. في ناس عندهم لا خمسه تنزل لوحدها وتعمل نيرف كبرت لوحده ويسبك مع الترينك تحت عند الليفل بتاع الضلع الاول بيسموا ده ايه؟ اكسسوري ترينك. يقول تاني عشان خاطر الحبايب دي مكتوبه عندكم بعد ما خلص التاني. بس انا بحب اقولها تاني. انت بتقول انا في 3 و4 و5 تمام؟ خلاص منها 3 و4 ده 7 سيرفايكال و5 تريكا المفروض تسكب فيها في الرقبه على طول. في ناس عندهم الفايبر بتاع السي 5 ما بتسكبش في الترينك في الرقبه تنزل وتعمل ليفل لوحده اسمه اكسسوري ترينك. هذا الاكسسوار الترينك هيسبق الترينك تحت الكتر عند الليفل بتاع مين؟ الضلع الاول. حضرتك لو انت عندك اكسسوار الترينك نيرف تمام؟ وقطعنا الترينك نيرف كده من بدايته انت يا فندم ما يتشلش ليه؟ لان هشتغل في الاكسسوار الترينك. يبقى خلي بالك لو قطع الترينك نيرف من عند بدايته ولكن انت عندك اكسسوري كلينك مش هيحصل كومبليت باراليسيز للدايجرام لان طبعا اكسسوري مش بنفس قوه كلينك ده يا دوبك فايبر من سيكاب عشان كده مكتوب عندك ايه؟ مش هيحصل كومبليت باراليسيز للدايجرام. طب ما كان مكتوب مش هيحصل باراليسيز لا هيحصل هتتاثر حركه الدايجرام ليه؟ ان انا عندي الاكسسوري كلينك ده يا دوبك فيه نوع الكلينك نفسه. قال لك البرينيك نيرف بعد ما خدت الاورج بحب اقول لك انه ميكسد موتور موتور بنين زي الكلام طب سنتر لمين؟ لثلاثه بين جمعيين اللي هم مين؟ لما اخدنا قبل كده ثلاثه بين اللي هو لما يبقى في انتر بين بص على ثلاثه بين الكارتج اللي هم من السكاي والكولاترا ليجمنت والبوشيت دول بقى ثلاثه بين. مين الثلاثه بين اللي بديهم سنتر سبلاي؟ حضرتك فاهم البريكارديم طبعا مش كل البريكارديم اللي احنا بتقول عندك بريكارديم وجيري من زايلينها فايبر طبعا المايكات بتاع السر وبدي الفلورا طبعا مش كل الفلورا ده انا بدي السنترال بارت اوف دايفراجماتيك وبدي الساين ودي الانشاء بيبطل الابدومين الموكيريونيوم البيمورال تمام. لما قلنا البيت بتاعتها اسمها بيمورال تمام. تتكتب في سيستم اسمه بيمورال سيستم. ساعتها قلنا ده اكسترا بيتنام. ساعتها قلنا ده اكسترا بيتونيا سيتيتيف. ورسمت لك البيت اللي اسمه بريتون معناها كمان بنجرنيا. لان البيت لما نخبط في البريتون تعمل بريتونيا الفاوس اسمه بيت البتاء ارميا. الناس اللي بصه بقى معايا عايزين نعرف هيمشي ازاي الكرينك نيرف. الكرينك نيرف جاي من فوق من الرقبه وهيدخل الصدر عن طريق المدخل الجيني او اللي جاي من فوق يدخل عن طريق المدخل اللي جاي من تحت يدخل عن طريق مين؟ المنظر. يعني لو في حاجه جايه من البطن عايزه تدخل الصدر تدخل عن طريق الجيني سواء في الضغط مثلا انما الكرينك نيرف جاي من فوق فيدخل عن طريق المدخل. بص يا كابتن انا عندي قدام الصف ليبيان ارض بص الرسم كويس قوي ادي الترينك سواء يمين او شمال يعدي قدام التفصيل حتى كمان بيعدي قدام ارضي اسمه انترنال ميموري او انترنال شارك. على فكره انا بمشي ورا البريكسي والتمالي كبير. اعيد تاني انا عديت قدام التفصيل و
وعديت على الانترنال البدن من لترة الكوليسيا ومشيت ورا البريفي في بلد هذه هنا النقط وهذه هنا هم النقط ممكن أن نعمل إيه؟ بعد كده البريفي اليمين يختلف عن البريفي الشمال إزاي؟ اليمين هينزل على يمين فين؟ يلا يا عم انزل على يمين لغاية البريفي في بلد بعد ما كنت ورا انزل على يمين البريفي انزل على يمين البريكارديوم اللي بيغطي الرايت اتريوم انزل على يمين القلب يعني من بلد الكريتيك اليمين لبين السايد بين بالنسبه للناحيه الشمال عمل الكريتيك الشمال راح نقفل حضراتكم لو انت مشيت معايا في حفره ما بين مين ومين ما بين الجنس كومال كاروتيد والجنس سبتليبيان والناس قابل مين؟ انك قابل الفيجا في الشمال اطلبه الفيجا في الشمال هينزل في نفس الحفرة اللي هي بس احب اقول لك ان لما الاثنين بيتقابلوا مع بعض ما بين الليف كورن كاوتن والليف فيجا ان السيرينيك اقوى هو اللي بيعدي قدام الفيجا يعني السيرينيك قدام والفيجا ورا بعد كده السيرينيك والفيجا نزلوا فين؟ قدام القرش بتاع الحوض على الناحية الشمال اللي انا دوست عليه ده يبقى مين؟ اللي انا دوست عليه ده يبقى الفيجا بص اهو عرفت ازاي؟ بيدي الاستريكارد انما الثاني ده هيبقى مين؟ هيبقى الليفت فرينك الليفت فرينك بعد ما نزل قدام القرش على الشمال ده يبقى الليفت فرينك راح نكمل كده وننزل على الستريكارديوم اللي بيغطي الليفت فرينك عشان كده مكتوب عندكم ان الجرينك الشمال يجب ان اصيبيا بطايف الميدل فاينل ليه؟ نزل ما بين ليفت كومان كارتيد وليفت سبتليبيان ولما قابل هناك البيتا راح معدي عليه قمت نازل على الناحيه الشمال بتاع الارض واللي مش شايف هنا فين الجرينك بص ادي اكسل ودي عندك اكسل وبعد كده رحت نازل قدامك اهو يبقى اللي انا بعمل فيه اكسل ده هيبقى مين الجرينك وراح نازل على البريكارديوم اللي بيغطي ليفت على بيغطي الليفت خد بالك ان انا لقيت ان الارضيه طيب ما بين اثنين ارتر قدام القرش على الناحيه الشمال نزلت على البريكارديوم اللي بيغطي الليفت انا كده عرفت كل التريننج مش ازاي بس لحد التاني انت مشيت تاني ميديا فاينل حطيت عليه قدام الاول الاتوب في السوبيريور ميديا فاينل وبعد كده كمل تحت على القلب يبقى في الميدل ميديا فاينل عارف كده كل المعلومه دي لما ناخد البيتا يطلع مش السوبيريور بس يكمل ورا القلب للبوستيريور ميديا فاينل ازاي كل تريننج هينبني اليمين هيعدي من فتحه اسمها انفيريور جيناتيفال اوبن الحنين جو هتبدا ان الفتحه دي يعدي فيها كام حاجه تمام انفيريور جيناتيفال طلع لمفاتك جاية من البطن رايحة للصدر طلع والرايت برينك نازل تمام؟ طبعا سميتها باسم أكبر حاجة اللي هي انتجر من على الشمال الكلينيك الشمال يعمل هرم صغير ماينور اوبنينج في الناحية الشمال بتاع الدايركتر من اسمها ليفت فيوكولا اوبن دايركتر أنا كده خلصت البداية والكورس والنهاية الريليشن بتتقال مع الكورس ازاي؟ يعني جيت هنا قلت المدى الخلف عديت قدام السبتليبيان ممكن عدي عند الانترنال ميموري او الانترنال ثوراتيك للاتراكتوميتي جيت هنا قلت ان انا رحت نازل على يمين فين جيت هنا قلت انا ريليتد لارتر وبعدين خدنا تمام اخر معلومه عندك ماشي الجرينيك نيرف دوت ليه جاي من الرقبه لان الدايجرام والتأمين اصلا جاي من الرقبه وينزل لمكانه ما بين الصدر وما بين البطن ويسحب مع الفرينج قدام الفرينج ده بدايته في الرقبه ماشي واحد الدايجرام طب وليه واحد الدايجرام اللي تحت كده؟ لان حضراتكم في الدايجرام بدايته كان في الرقبه وراح نازل حضرتك لمكان فسحب مع الفرينج بتاعه من الرقبه اللي هو الفرينج المعلومه اللي بعديها هو انا لما اجي ادي حضرتك الدايجرام ادي الابر سيرفس ولا اللور؟ لا ادي اللور سيرفس الدنيا ليه؟ عشان الاورنين بتاع الجنين حضراتكم الجنين كان عامل كده والجنين كان رايح كده حصل له اورنين فالابر او الكرينيال سيرفس بتاع الدايجرام
المشي كودل طبعا كده ثمانية ناحية طرف الجنين وكده كودل ناحية رجلين. حضرتك الجنين بيديني كده بيحصل له كودل، فهنلاقي ان حضراتكم الأفر او الكرينيا السبتس بتاع الدافر، احنا قلنا الدافر كان فوق في الرقبة، لما يتحرك كده هو الكودل يبقى ساعتها الفريمك نيرف هيروح يدي اللور او الابدومينال سبتس فوق الدافر. فريمك نيرف مهم جدا. خلصنا فريمك نروح للي بعده مين؟ بص معايا بقى الفيجاس نيرف، لو جيت بصيت معايا على الفيجاس نيرف هتلاقي بص الرسمة دي كده، الرسمة دي عبارة عن ايه؟ ده سوبيريور سباينال اد الارش بتاع الباور، طبعا اللي كوني بص انا سبت القلب بس رفعته. ليه رفعته؟ عشان اوريك الحاجات اللي وراه. بمعنى مين الانبوبه اللي منقطه السويت دي في الصوت كده؟ الجلد والقلب والسوبيريور سباينال. مين الانبوبه اللي فيها الشرطه الحمراء دي؟ من اول ما كان الاستقرار في فيلم في البوستيريور ميديا سباينر، يبقى الرسمه دي كانت ادي البوستيريور ميديا سباينر حديث الارش، بعدين فوق هنا نيك، لو نزلنا تحت القلب اهو بس انا رفعته بعيد عن الدايجرام اصغر تاني فوق الدايجرام اهو، لقينا القلب الفوق عشان يبان لي اني ميديا سباينر بوستيريور ميديا سباينر. اولا الفيجاس اللي انا هدوسك عليه ده عشان ما تجيش انا مش شايفه، هي ده الفيجاس اليمين ولا الفيجاس الشمال. احب اول معلومه اقولها لك ان الفيجاس دوت عاشر كرينيال نيرف، يبقى الفيجاس ده الكرينيال نيرف رقم كام؟ بلاش الكرينيال نيرف رقم 10. بص الفيجاس ده اطول كرينيال نيرف، ده بيسموه عصب الحيرات او العصب الحاد. ليه بقى؟ بيمشي حته في الرقبه وحته في السن وحته في البطن. الفيجاس دوت حضراتكم طالع من حته في البرينستن اسمها الميدالية، طبعا اكيد انتوا عارفين كده المخ اللي تحت المخ ثلاث اجزاء من برين وبونت وميدالية، انا طالع من الميدالية. كل انا قلته ده من دلوقتي بدايه النيل. طب الفيجاس ده ايه؟ قال لك ده ميكس نيرف، قال لك يبقى موتور سنتري. لا ده موتور سنتري فارس ده كده. لا موتور لحضرات الحنظله، حضرات الحنظله طبعا عشان تحرك الغضاريف، انت عارف حركه الغضاريف ليه؟ الاحبال الصوتيه تهتز وتطلع صوت. موتور ليه الفرن وفي عضلات الملعوقه طبعا عشان ينقبض ويمد الاكل في المريض السوبيتال. موتور لحاجه اسمها السوفت بالانس. ايه السوفت بالانس؟ افتح بقك هتلاقي سقف البق حاجه ناشفه اسمها هارد بالانس، تلاقي في حته متنزله من ورا اسمها السوفت بالانس. يبقى بص في احلام الكرتون تلاقي واحد فتح بقه وفي حاجه شغاله عماله تلعب بقه. تمام؟ يبقى انا موتور لعضلات الفارنج والدارنج والسوفت بالانس. طب انت الجنس اللي بيحدث مني من الميوكوزا اللي بتفصل الدايجستيف والسبايراتوري تراك او كده. تمام؟ طب انت فقط الفتات الكلينيك للغاية ومين تاني بقى؟ قال لك للسبايراتوري والدايجستيف سيستم. قال لك ازاي؟ مش مصري تبع السبايراتوري والدايجستيف، يعني الاكل بيتحرك جوه الامعاء ازاي؟ يا مش مصري. سبلاي دي مين؟ انت بتتحكم بيها؟ لا دي اوتونومي الفرس الممتلك بتاعها بيجن، يبقى انا ببقى فرس الممتلك للسموث ماسل بتاعي الريسبيراتوري والدايجستيف تراك. قال لك وتمام فرس الممتلك للميكال جلاند بتاعتهم، في عندك الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي غدد مخاطيه عشان تطلع فرس الممتلك او تطلع السكريشن بتاعتها محتاجه فرس الممتلك مفتوح. يبقى انت طلعت الموتور عضلات الفرنس والنرجس والسوفت بالانس، طلعت السنسري بتجيب احساس بالجلوكوزا بتاعت الريسبيراتوري والسجست تراك او سيستم، انت طلعت المسافه للقلب وكمان للريسبيراتوري والسجست، بس بالنسبه لهم للسموث ماسل والميكانيزم. تعالى نشوف مشي ازاي بقى. اولا الفيجا هيدخل عن طريق الانلس بيعدي قدام الشريان اللي ماشي بالعرض اللي اسمه سبتلين. طب ما الفيجا كان بيعدي قدام السبتلين. بص كده معايا بقى الفيجا هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الفيجا بتاع الناحيه اليمين نزل على يمين الترقيه وبقى مناقص، عدى من ورا الرايت الريسكيو سيفاليك بين والابر بارت. بص بتاع الناحيه الشمال اكنك بتوصف البرينك بالظبط،
مش ما بين الليفت كومن كاروتيد والليفت سبتليبيان، وراح نزل على الناحيه الشمال بتاعه الارض اوف ذا اورتا. على فكره هنا في الفقره دي قلنا هذه البرينيك، كنت عايز اقول في البرينيك اقوى هو اللي بيعدي قدام مين؟ قدام الفيجن. طب لما نزلت قدام الارض على الشمال لقينا مين؟ هذا البين اسمه ليفت سوبيريور انتر كوستال بين، عدى قدام الاثنين. على فكره لو انت فاكر البرينيك الشمال السوبيريور ميديا سباينر هتلاقي زي الميديا الشمال. يبقى احنا كده تاني الاثنين بيجاي فوق السوبيريور ميديا سباينر، اليمين عدى على يمين الترقيه وعدى ورا اثنين بين اللي هما ليفت رايت بيج اتفاليك والابر هاف اس بي تي. ليفت بيجا زي ليفت برينيك تحصر نفسهم ما بين الليفت كومان كاروتيد والليفت اوكتيفيان، ينزل قدام القرش على الناحيه الشمال، بس هنا البرينيك يعدي قدام الفيجا، وهنا الليفت سوبيريور انترفوكتا يعدي قدام الفيجا. انا كده خلصت السوبيريور ميديا سباينر. انزل بقى في البوستيريور ميديا سباينر، يعني كان سوبيريور وبعدين ميدل، ده سوبيريور وبعدين بوستيريور. ايه اللي انا بسمه ده؟ قال لك انا شلت اللمب بس سبت الهايلاند بتاع اللمب، الهايلاند اللي هي الفاتحه. يبقى ارجع لبارح حصه امبارح قلت لك ان من ضمن الحاجات اللي بتتكتب تبع هايلاند اولو فاكرها في مكتوبه بالمون ليكليكسين، قلت لك في شبكتين من الاعصار، قلت لك واحده ورا الهايلاند اسمها بوستيريور بالمون ليكليكسين، قلت لك واحده قدام الهايلاند اسمها انتيريور بالمون ليكليكسين. طلع بيتعمل ازاي دول؟ طلع البوستيريور بالمون ليكليكسين بتتعمل بان الفيجا تيجي ورا الهايلاند يدي برانشات اسمها بوستيريور بالمون ليكليكسين. يجي لها شوية فايبر من السمباتاتيك تشين من الجنجل الاثنين والثلاثة واربعة، عملت بوستيريور فليكسس دي اللي تعمل لي بعد كده انتيريور فليكسس. على فكرة البوستيريور هي اللي هتعمل انتيريور. تاني هيجي البيجر ورا طايلة من السيستم شوية بوستيريور بالونري برانش فيجي باور سمباتاتيك، يجي لها سمباتاتيك فايبر من الجنجل الاثنين والثلاثة واربعة، عملنا بوستيريور فارمون بالفيكتس هي اللي تعمل لي الانتيريور. الكلام ده شيل بقى تزيه كمان في الناحيه الايه؟ الشمال. من البوستيريور فارمون بالفيكتس اليمين يطلع اثنين ثلاثه برانشز ينزلوا ورا الاوسوفيكال، يعملوا حاجه اسمها اوسوفيكال فليكتر. بس ايه؟ بوستيريور اوسوفيكال فليكتر. ليه؟ لان حضرتك برضه بس من الناحيه الشمال البوستيريور بالمونري فليكتر شمال ينزل اثنين ثلاثه برانشز بس ينزلوا قدام الاوسوفيجال يعملوا انتيريور اوسوفيجال فليكتر. في الاخر البوستيريور اوسوفيجال فليكتر اللي ورا يكمل كبوستيريور جاستريك نيرف، اما الانتيريور اوسوفيجال فليكتر اللي قدام يكمل كانتيريور جاستريك نيرف. الاثنين يعدوا من فتحه الاوسوفيجال في الدايجرام اللي ورا يبقى ورا المعده اللي قدام يبقى والله ده اسهل حاجه لانه زي بعض. يبقى بص من جيل كورن هايلر اديت بوستيريور بالمونري فرانشز عملت بوستيريور بالمونري فليكسس تشارك بعمل الانتيريور. فده التكوين زيه شمال البوستيريور بالمونري فليكسس يمين طلع اثنين ثلاثه برانشز من جوه الاوتوبيكس عملوا بوستيريور اوتوبيكس فليكسس زيهم في الشمال، بس اعمل انتيريور اوتوبيكس فليكسس. بوستيريور انتيري يعمل لك نيرف اسمه بوستيريور كاستريك نيرف، ان انتيريور انتيري يعمل لك انتيريور كاستريك نيرف. الاثنين عدوا في الدايجرام من اوسوفيشيال اوبننج وحجزوا ورا المعده والثاني في الدماغ. انا كده خدت الفيجا من بدايته لغايه النهايه بتاعته ومشي في اثنين من ديال ساينر سوبيريور وبوستيريور. اللي منتظر برانشات الفيجا اقول له عيب بقى عليه، ده بنشارك في عمل الكارد ولا انا بيتهيألي دي بس منطقة الفيزر. تمام؟ حضرتك بنشارك في الديب كارديك فليكتر. ماليش دعوة بقى اللي جاي من فوق من الرقبة. يعني هو كفيزر عندك في منطقة الفيزر بيشارك في الديب كارديك فليكتر. أنا بدي حاجة اسمها بالمونري فرانشر عشان البالمونري فليكتر. بدي أوتوبيسيال فرانشر على الآن أنا الديب كارديك فرانشر والديب حضراتكم بنقول بالمونري والديب أوتوبيسيال. اخر حاجه بقى الليفت كارنت عند لسه شايفينه من شويه. الليفت كارنت بيطلع على من الليفت بيجن وهو نازل قدامه على شمال القرش. تبقى تبص كده. ايه الاسود ده؟ انا تعمدت اقسم بالمونري ترانك ومقسوم لاثنين بالمونري ارض. ودي دي جامده بارتريوسا.
للتعين من الاختيكار كرنجيا يبقى الاول على شمال اللي جا منها بعدين يعدي من وراها او يجيب ليها وبعد كده يروح يعمل هوك من تحت القاص وبعدين يمشي جديد للقاص كده انا في السوبيريور ميديا سباينر بعد كده اسيب من الانلت واطلع في النك خد بالك انا ماشي بالجروب ما بين الترقيه والاوسوفيجس قلنا جبت الكارن كارنجيال ده المفروض يروح لفوق الرقبه لكل عضلات الرقبه ما عدا واحده والميكودا بتاعي في النص التحتاني بتاع الحنجره ما تنساش الرقبه انا عايز السيرفر يعمل ايه؟ بيدي حضراتكم كارديال برانشز بيجيب كارديال بليسترز وبيدي كمان بارت انفاسيتيك سبلاي للترقيه والاوسوفيجس انا كده خلصت الفيجاس برانشات ومكتوب كارديك وبالمونر وفيزيولوجيا الاسم ده المشروع عندك هو مين؟ الانفيرنس رايحين للانابيب نبدا باول انبوبه اللي هي مين؟ اول انبوبه ترقيه. بالنسبه للانابيب اول انبوبه عندنا ترقيه هنلاقي الاتي طبعا لو بصيت اول معانا في الرسمه دي كده بيقول لك مقدمه بيقول لك ايه؟ بيقول لك الترقيه دي عباره عن الكتريك فيو طولها حوالي 4-5 من 10 ل 12 سم وعرضها تقريبا من نص حضراتكم بنقول توصل 3-4 دول يعني من سم لنص ل 2 سم قال لك تبدا تبقى الترقيه دي بص كده معايا دي عبارة عن ايه؟ دي تفتحة آدم اسمها الثيرويد كارتس وجزء من الحنجرة. تحتيها في كارتس على فكرة اسمه كريكويد. كريكويد كارتس ده يقابل في جسمك من ورا الفقرة العنقية الفاسدة. يبقى أنت نهاية الحنجرة بتاعتك عند كارتس اسمه كريكويد والكارتس ده يقابل في جسمك من ورا الفقرة العنقية الفاسدة. يعني الحنجرة تخلص عندي في ستة ويبدأ مين؟ الترقية. الترقية لو حضرتك بصيت معانا هنا بقى في الجيل تعالى هنا تلاقيها نزلت بعد ما نزلت نصها الفؤامي في الرقبة وراحت داخلة من المدخل نصها الثاني بقى ورا المندريوم يعني أنا نازل في السوبيريور ميديستاينال فقط. هذه الترقية حضرتكم عند الزاوية اللي اسمها سيرنال أنجل أوف لوس وبتكتب الاثنين بروتوكول انا بكتب على جنب اهي بعد اذنك ادي تفاحه ادم ادي الكريكويد اللي بتقابل من ورا دي سته ابتدت الترقيه هنا وراحت نازله نصها الفوقاني في الرقبه وبعدين دخلت من دونيس وبعدين نصها التحتاني اهو مرسومها المانوريوم سيرنال في السوبيريور ميديال سايكل جيت عند الاسترنال انجل بتاع اليوس واستخدمت حضرتك الاثنين برونكاي اسمهم البرايمري او المين او البرنسال برونكاي. كويس انا كده خدت على فكره بدايه وقرب ونهايه. احب اقول لك ان انت وانت نازل بتتتبع جنايات العمود الفقري. هو العمود الفقري بيتم ادي العمود الفقري بتاع حضرتك انا واقف اهو واحد لان انا واقف كده قدام وكده ورا هنا الاخر. ادي العمود الفقري ده في منطقه الرقبه وده في منطقه السن وده في منطقه البطن ومنطقه الحوض لان العمود الفقري كونديكتد قدام في الرقبه وفي البطن انما في الصدر وفي الحوض ما يبقاش كونديكتد قدام ما يبقاش الاخر كونديكتد قدام يبقى كونديكتد. بص بقى الترقيه عملت ايه؟ نزلت في الرقبه حضرتك بقت كونديكتد قدام في العمود الفقري راحت نازله بعد كده في الصدر بقت ايه؟ كونديكتد قدام زي الصدر يبقى في الفقرات العنقية كونفكت قدام وبالتالي الترقية بقت كونفكت قدام في الرقبة. الفقرات الصدرية كونفكت لقدام وبالتالي بقت الصدر كونفكت لقدام. يقول لحضرتك تعالى بقى ناخد الايه؟ الستراكشر بتاع الترقية مهمة قوي. هو ايه تركيب الترقية؟ قال لك الترقية دي بتفضل على طول مفتوحة ان الجدار بتاعها فيه من 16 ل 20 في شيل كارتيلاج نفسه. تمام؟ طب وليه حرف السي؟ قال لك تعالى ناخد مقطع عرضي في الترقيه لان الترقيه وراها في مين؟ الاوسوفيجس. طلع ان انت وانت بتاكل الاكل بينزل في الاوسوفيجس فبيحصل له ديستنشن، ما ينفعش تحط قدام عضله غضروف مش هيعرف يحصل ديستنشن، فانت عندك حرف السي من ورا مفيش كاركس
يحل محل سموث ماطل توصل ما بين النهايات الخلفيه بتاع حرف السين. قال لك دي عضله اسمها التراكيال. يبقى ليه حرف السين يقفله من ورا العضله؟ تبقى لو الديستنشن اوف الاسوفيجال اثناء السوالوينج اثناء الفم. ايه ده؟ دي عباره عن حضراتكم اخر تراكيال رينج. لقينا ان اخر تغطيه رينج بتبعت بروجكشن منها لفوق كده في الكامل بتاعي للتغطيه. لقينا دي عامله رينج خاص ما بين الاثنين برونكاي بيسموا البروز ده كامل. يبقى لو خدنا مقطع عرضي في الهيئه التغطيه هنلاقي اخر كارتيلاج هنا في رينج بتبعت امتداد منها لفوق في الكامل او اليومن بتاع التغطيه، ودي بتبقى عامله زي رينج خاص ما بين فتحتي البرونكال بيسموا دي كاملة. قال لك طب وهنجيبها فين؟ احنا في عندنا هنا اول عند انكتاب التراكيه بين البرونكال لينفلود هنا من تحت اسمها انفيريور تراكيه برونكيال لينفلود. لما واحد يجي له الفتره ده كانت الرنج اللي فيه تراكيه برونكيال لينفلود دي بتكبر فالسوق البرونكال دي كده، فحضرتك الكاملة دي تبان وندر او ديستورتد. يبقى احنا لو عملنا برونكوسكوب 30 برونكوسكوب بندخل حاجه كده خرطوم رفيع قوي جوه كاميرا من فتح المناخير على البلعوم على حضرتك الحمراء على الترقيه وننزل لتحت، هتبقى الكاميرا دي متوصله بالتلفزيون. لو لقيت الكاميرا دي بقت واسعه كده يبقى هنا في انلارجد انتيريور ترقيه وممكن ينزلون، وده البني ادم ده ممكن يبقى عنده كانسر يا تلاقيها مكتوبه مع كلينيكال فورم. بالنسبه للريليشن الترقيه قبل ما اصلها في اماكن الترقيه بتنظيف فيها ده طبيعيه. بص كده لقينا في غده موجوده في الحته كانت لونها ازرق قدام الترقيه اسمها الغده الطبقيه بتضغط على الترقيه. لقينا في شريان بيطلع من القرش بتاع القوطه بيروح يمين اسمه فينيسيوس الثالث بيضغط على الترقيه. لقينا حضراتكم ان القرش بتاع القوطه نفسه وهو رايح من الشمال اللي بيضغط على الترقيه. يبقى انا اللي بيضغط عليا ثلاث حاجات، من هم الثلاث حاجات؟ حضراتكم قلنا اول حاجه في الرقبه في الثيرويد جلاند، اما اللي حضرتك بنقول ادرك من فوق كده هتلاقي في الفيروس الفيري الخصي، اما تحت هنا هو هتلاقي في الارش اوف اوف. كل اللي انا قلته ده بمنتهى الامانه ماشي عمره ما تتسمى. هيجي يقول لك ايه العدل اللي احنا قلنا ده بدايه ومش ازاي ونهايه، انما المهم هو ريليشن وبلاس خطوه. طب وانت قلته ليه؟ عشان ما ينفعش يقول لك يلا نبدا تراكيه انت مش عايز اصلا يعمل ايه تراكيه. بعدين بتيجي تبع اليوتيوب او كمبيوتر الحته دي كتير اللي انا كنت عايزها. كتب لي ريليشن تراكيه بسرعه كده. تلاقي الريليشن بتاع تراكيه كده كده. أول حاجة عندنا في الريليشن بتاع الترقية هتلاقي آدي الترقية ومقسومة لاثنين برونكال، الترقية قدامها إيه؟ الترقية قدامها المانوبريا والترماية اللي إحنا شلناه، الترقية هتلاقي قدامها حضراتكم الثلاث برانشات بتوع الأرش بتوع الأورطة بالأرش، يعني آدي الأرش الثلاث برانشات، طبعًا كله شايف البرانشات بعيدة، لو والله ده أنا اللي بعيدها، إنما حضرتك آدي كام أرش قدام الترقيه هو والبرانشات. في البين ده اللي بيجي من الشمال اليمين اسمه ليفت جريت انتجريت. يبقى انا قدامي في المانوبريم في الرش هناك في عند حضرتك القرش بالثلاث برانشات وفي ليفت جريت لتالت بين. ايه اللي هو الترقيه؟ انا بصوا فيا وما بيننا النمبر اسمه ليفت ريكارد. ايه اللي على يمين الترقيه؟ عد كده معايا على يمين جريت انتجريت على يمين الرايت بين على يمين الرايت بريك الكتال البين وحضراتكم النص الفؤادي من الست دي على يمين موجود في الارش بتاعت الارزايكوس ودي رايت لانج وفلورا مش مرسومين. طب بص على شمال على شمال في الارش والبرانشين بتوع الارش اللي راحوا شمال لست سبتيريان لست كومان كروز لست سبتيريان واللي شلناها اللي هي لست لانج امبيدورا. بص اللي في عندك عند البايكورتيشن بتاع الترقيه دي حصل حاجتين. لقينا في عندك الديب كارديك ستريس المنقطه دي اللي هي ديب للارش، ولقينا ثلاث مجاميع من لينك نون اسمهم تراكيو برونكيال، دول اسمهم انتيريو تراكيو برونكيال
اما اللي موجودين فوق يمين وشمال اسمهم superior transcuber الامريكان قدامي ورايا على يمين على شمال وعند البايبر. كلمة جاية الاسامي يعني يجي لي دم النيل زي زي المرض برونكيال ارترس والدم اللي راجع يرجع عن طريق برونكيال فين. طب بالنسبة لحضراتكم بعد اذنك ليه الليمفاتيك درينج الفكرة تطلب ايه؟ ترقيه برونك الليمفينود وفيه برونك جنب الترقية موصلة الترقية الليمفينود. طب بالنسبة حضرتك النيرف سبلاي تكوين النيرف سبلاي زي زي اللمس الاوتونومي اللي هو السيمباثيك وبارا طبعا البارا سيمباثيك مين؟ الليجا والسيمباثيك عن طريق ضغط السيمباثيك الجانجلي مرتين وثلاثة وارفع من مهمة الترقية ريليشن النيرف سبلاي والبلاد سبلاي والانفاتيك تمام؟ في عندك عنوان اسمه برونكاي ده ممكن يجي سؤال لوحده انت غير الترقية ممكن يجي عندك عنوان اسمه برونكاي. ده بيجي سؤال لوحده كده طلع المفروض ان انت عندك اثنين برونكاي لو بصيت الرسمة دي كده الترقية كانت نتيجة عند حاجة اسمها الترمينال انجل اوبليوس اللي تقابل من نوع الديسك ما بين في 4 و 5 وبين تتم 2 برونكاي اسمه ميلين او الترمينال برونكاي. كل برونكا تمشي ازاي؟ تمشي داونورد اند لاترال. ليه؟ عشان يبقى تدخل عن طريق الفتحة اللي موجودة في اللونج اللي اسمها الميلان مدرج الاسايت البرونكاي واحدة عند السيجنال انجل اوبليوس او الديسك اللي ما بين في 4 و 5 انما جاي من الترقية للاسف الاثنين برونكاي ودول كل واحد يمشي داونورد اند لاترال عشان يعمل ايه؟ يروح يدخل اللونج من عنده. مقارنة ما بين الاثنين برونكاي طلع في الاخر طلع ان الرايت برونكا اقصر طوله انش اللبس اطول طوله قد ايه من انش. الرايت برونكا المفروض انا عندي العكس بس بالعكس المفروض الرايت برونكا هو اللي اوسع وايبر اما اللبس اللي يبقى نروح الرايت حضرتك مور ان لاين مع الترقية لو حطيت كده خط في النص يلاقي الرايت برونكا عامل زاوية بالدرجة 25 مع خط النص انما اللبس عشان ماشي بالعرض عامل زاويه من طبع 45 مع خط النص. مهم قوي التعليم دي كله بقى ان لو واحد حضرتك في الجوين باي سير الترنس بتاعه ودخل على اللانس بتاعه ونزل في الترقية مور كومن ان يروح في الناحية اليمين عن الناحية الشمال. ليه؟ لان الناحية اليمين مور ان لاين مع الترقية الزاوية اللي ما بين الكونكس اليمين وما بين خط النص 25 ما بين الكونكس الشمال وخط النص 45. طبعا ايه اللي بقول لك بقى ان الكونكس اليمين بيتقسم الى ثلاثة سكندري او لوبر برونكاي عايز اقول ده بيدخل اللنج الاول لوحده وبعد الابر لوب وبعد كده الاساس لما يدخل كان بينزل الاثنين سكندري او لوبر يعني ميدل ولوبر. في الناحيه الشمال انا محتاج الاثنين سكندري او لوبر برونكار بس ما يطلعوش من البرونكس الاساسي الا لما يدخل دخل وعمل فتحه واحده يبقى الاثنين باثنين سكندري او لوبر برونكار. اخر نقطه عندك في عند حضرتك حاجة اسمها البلاد سبلاي نفس الكلام زي اللنج وزي الترقية برونكيال ارتر برونكيال فينا. بالنسبة حضراتكم للنف نوم انك ترقية برونكيا بس بدل بقى فوق ترقية حط لك برونكو فالمونري اللي كانت عند الغايلة نرجع تقول زي حضرتك لنج وزي الترقية اللي هو مين؟ اوتونومي سمباثيك وكارا ندخل في الكلام. لو كده بصينا مع بعض على التوبيكال هنلاقي اولا التوبيكال دي انبوبه عضليه طولها 10 انش 25 سم. يبدا فين التوبيكال؟ احب اقول لك ان التوبيكال بدايته زي الترقيه عند الفقره العنقيه الثانيه بس الترقيه تكملت لارنج حنجره التوبيكال تكملت لارنج يعني كده الكوستوميكال هيمشي ازاي؟ هتلاقي الكوستوميكال حضرتك دخل من مدخل السدر من هنا وراح يمشي الاول في السوبيريور من
في الفاينل وهنكمل في البوستيريور. طب هي اخرها البوستيريور من الفاينل في اللي انا رسمها احمر وهدوسك عليها وفي اسود دي ترابيه اخرها فين؟ البوستيريور من الفاينل. انما البوستيريور بيكمل معانا في البوستيريور من الفاينل. الفوتوفيكال لو انت بصيت عليه هينتهي ازاي؟ هيروح يخرج من حجاب الحاجب تمام؟ انت بتشوفه بتدي فتحه الفوتوفيكال. طلع فتحه الفوتوفيكال في حجاب الحاجب عندي هي 10 وما كانتش قلت كانت عندي كام ارقام دي مهمه قوي. هيجي حضرتك بعد اذنك الفوتوفيكال يا دوبك تمشي حته صغيره كده في البطن ويعمل جون للستومان هو اللي هيعمل لنا بقى المعده تمام؟ ماشي. يبقى طلع على الثالثة عندي في 6 والهيثة عندي في كام؟ 10. طلع الاوتوبيكس في أماكن بيضيف فيها طبيعية بيتوقيتها في كم مكان؟ خليك عشان الطيران وحضرتك بتدرس من فوق على وحضرتك من تحت شوية عشان نقف. هنا بقى أربع أماكن. أول مكان عندي الثاني أهو. ثاني مكان حضراتكم فين؟ قال لك لما بتعدي عليا الأرش وبلطة وسطى. ثالث مكان فين؟ لما عدت عليا الليفت برونك. رابع مكان فين؟ قال لك عند الهيئه لما عدي فيه الدايفرام. قال لك ما تيجي نعرف الاماكن دي على بعد قد ايه من الانفايتر القواطع بتاعه سنامك. قال لك اول مكان بيكون ستريكشن على بعد 7 انشز من الانفايتر. ثاني مكان عند بعد حضراتكم بيقول لك 9 انشز. يبقى ده 7 وده 9 بعد كده ثالث مكان هيبقى 11 انش يبقى انت بتزود 2 7 9 11 وبعد كده هتبعد خالص رابع مكان عند 17 انش لكن مهم ان نعرف الاماكن دي عشان انت بتعمل منظار للمني استوباكوسكوبي لازم تعرف الاماكن اللي بيضيف فيها الفوتوفيكال طبيعيا عشان ما تكونش جامد وممكن حضرتك تسبب بنقول مشكله للعيان. تاني حاجة الأماكن اللي بيضيف فيها الفوتوفيكال الطبيعية دي ممكن حضرتك تبلع كورن بوك ينزل يحصل له انفكشن فيها يتزنق فيها. يعني شوية بيشربوا مواد لونها أبيض زي اللبن تبقى مادة كاوية بينضفوا بيها الغسيل يسموها بضاق يشربوا على إن هي لبن هم مش واخدة بالها فيعمل إيه؟ في أماكن كونستريكت ضيقة بس دي أكتر يحصل جوه أدهيجن ولا بيحصل فريكشن ودي اكتر عشان بلع كوروسيف ماتيريال او سبستنس يعني ماده كوره تمام؟ الناس اللي ضابطه معايا لقينا الاوتوبيكال ده بقى وهو ماشي هيمشي الاول قلنا في الاوتوبيكال والجاستاينر وبعدين فين؟ في البوستيريور. اظن انا خدت من شويه ان الاوتوبيكال ليه علاقه ثلاثيه مع الجاستاينر هو حد كده؟ فوقي 7 انا عاجبني ستي 7 عندنا قدام الدستنج وبعدين نزلت على شمال الدستنج هو احنا شلنا مين عشان نشوف الفوتوفيكال شلنا القلب مين كان قدامك في القلب؟ البيل مين الاوضه الكبيره بالبيل؟ الدستنج قال لك انت ممكن تعرف مقدار الانفرجمنت بتاع الدستنج ده حاجه اسمها داريم سوار نخلي العين يمنع مثلا مش اسمها داريم تكون طوال هنلاقي ايه؟ هنلاقي ايه؟ هتشوف الكوتوبيكال. انا طب وبعدين؟ الكوتوبيكال ده كل ما نلف ايدريم يكبر قوي هيرجع لورا ويضغط على الكوتوبيكال. فممكن نحدد مقدار المارجن بتاع لفت ايدريم بدرجه الكونستريكشن اللي حاطه فين؟ في الكوتوبيكال. يبقى احسن مكان لو هتعمل عمليه جراحيه في الكوتوبيكال تدخل له من الناحيه اليمين. يبقى ده تايب اوف كونكشن عشان تدخل له تبقى بوست لان مفيش حاجه على اليوم مظبوطه غير بس الارس اوف اضعيف. في الثلاثه كلينيكال بوينت اللي عندك اللي هو اهميه اماكن الكونستريكشن وانا بعمل استوكادوسكوبي المنظار بتاع الاوتوبيكال. وتاني حاجه كمان يقول لك علشان لو بلعت كورن بوك يحصل له انفكشن. تاني حاجه تهمك في الكلينيكال بوينت ان انا ممكن اعرف مقدار المرض اللي اتعلمت ايه فيا ده حاجه اسمها الايه؟
باب يمين او باب يمين هشوف الكتاب اللي اشتري عليه وهو يضغط عليه قد ايه وكده حضر المقصر الانبوز من قبل الليبت ايه يقول هو ايه الليبت ايه اللي يكبر قوي واحد عنده ضيق الصمام الميترالي يعني الدم بيعدي بصعوبه من الليبت اتريوم للليبت فينتريك اخر حاجه عشان تدخل زراعيا عند الاسوفيجاس المكان المختار هو الناحيه اليمين علشان ارش بتاع التضيق هي الوحيده الريجن الاهميه اللي موجوده على اليمين بالبطن. بالنسبة لحضراتكم بيجي لي دم منين؟ لو عندك كده بيجي دم اللي بيتكلم اورطة دم اللي بيرجع يبقى ارجع كتر امبارح فصب الازايكوس على اليمين والاثنين يجي الازايكوس على الشمال لينفاتيك درينج تبعت اليمين التي تبعت لي عندك هتلاقي مسدود ثلاث مجاميع من الليمف نود تبعت حاجة اسمها سوبيريور ميديال ساينس ميديال ساينس تبعت حاجة اسمها بريكيو سيفاليك موجودة الون دي الليمف بريكيو سيفاليك فين واخر حاجة عندك بتبعت حاجة اسمها ترافيو بومب. خد بالك ان الثلاثة بعتوا ترافيو بومب لومي الترافية والبومباي والبوستوفي نفس سبلاي اوتونوميك بس حاجة ما بحثت فيها البلد خدناها فقط سمبثاتيك بتاعها من الفيلم سمبثاتيك من اول خمسة صوراتك سمبثاتيك خلصت اخر حاجة وبتك العظام صوراتك صوراتك بتيجي سؤال ان في واحد يجي على اخر الكتاب لا خلاص انا موت والله العظيم صوراتك بتيجي سؤال وعلى فكرة ده على الوضوع على الاخر كانت بكين في الصفحتين عملوها ايه؟ نص صفحة طلع اكثر حاجة عندنا بقى الصفحات الصفحة الوضع كذلك اولا جميل لنفاتك بسل او لنفاتك ضغط الجسم تبدأ بيه انا بسيتي في البطن لتكوينة من جيد الجيد ده شكل مرحيك المخروف الجيد ده اسمه سيسترنا قايلي وعشان هنا والنبي سيسترنا شراي اسمه سيسترنا قايلي ايه بقى السيستم الطيب؟ السيستم يعني طيبيه التاج حاجه واسعه، طيبي دي يعني ايه؟ يعني لون ابيض عامل زي اللبن، لان الليمف اللي بيجي من الانسيستم بيبقى فيه ابزورب سيستم. حضرتك عند الخطر انت بتاع السيستم القليل اللي هي عندك تقابل في جسمك اللي هو الفرده فوقيه 12 يخلص السيستم القليل ونبدا مين؟ الصراط الضغط. على فكره الصراط الضغط العاديه في نفس الفتحه اللي فيها الاورطه والقصايد اللي اسمها اورطه الاورطه. امشي كده بقى مع الصراط الضغط تلاقيها ماشيه في البوستيريور ميديال سباين. حتى الطريقه كمان عدت ورا الاسوفيجاس زي ما انت شايف. وبعدين جت عند دي خمسه مش عارف تاخد بالك ولا لا والكلام ده مكتوب عندك وحولت من اليمين للشمال وراحت رايحه معديه من ورا القرش بتاع الاورطه يبقى انا كده طلعت الاسوفيجاس. وقمت ماشي بعد كده ولا ورا القرش على شمال الكوستروفيا وبعدين اطلع من الكينلت وادخل الرقبه واعمل قرش لاترالي عشان اروح اخش في بدايه بين اسمه ليفت بريكيو سيفاليك هذا اللي بيبقى عباره عن اتحاد اثنين بينين واحد اسمه ليفت انترنال جانجلر والثاني اسمه ليفت باستري مهمه جدا الصراط الضغط لله بيجيلها ليفت من كل جسمك ما عدا اربع اماكن دي هم الاربع عادات. الفرس اليمين بتاع الكبد من فوق. الناحيه اليمين كده. الناحيه اليمين ابر ليه؟ الناحيه اليمين ليه؟ دي برضه ضغط ثانيه اسمها رايت انتكس. فكان فين؟ في الرقبه اليمين تحت في جذر الناحيه الرقبه في الناحيه اليمين طولها انش. امال الفرس الضغط طولها قد ايه؟ 45 كم. انما حضرتك بعد اذنك رايت انتكس الضغط كم. خد بالك ان الصراط الضغط دي لو بصيت لها تلاقيها بيت كبيرة نقاط حاسبة لانها مليانة بال عشان تعدي اللب فوق ما تخلوش يرجع تاني. اخر معلومة عندنا الصراط الضغط دي بيديرها لب نوت اسمهم لو بصيت عندك حاجة اسمها بوستيريور ميديال سباينال لب نوت حاجة اسمها بوستيريور انتركوستال لب نوت. عايزين كده خلصنا الصورة ان شاء الله من بكرة نبدأ فقط. Thank you.